أستاذ. نعم، كما أخبرتك هنالك مناطق في محافظة درعا، هنالك قرى ومدن في محافظة درعا لا يوجد فيها نقص بل فقدان للكادر الطبي في هذه المناطق. رأينا من هذه المناطق منطقة اللاجئ المحاصرة منذ أكثر من يعني منذ أكثر من 4 شهور، والمنطقة تقصف ومحاصرة. في الاقتحام الأخير كان في هذه المنطقة عدد كبير من الجرحى، إسعاف هؤلاء الجرحى في بالغ يعني أمر ليس بصعب بل أمر شبه مستحيل، إسعاف الجرحى فيها. أيضا هنالك أمر يقوم به العصابات الأسد تقوم بأمر، وهو قوائم بأسماء أطباء وممرضين هم مطلوبين للتصفية الميدانية، يعني هنالك منهم من صفي ميدانيا ومنهم من يهدد الآن مهددين بالتصفية. يعني هذا السبب المشافي الميدانية. تم استهدافها في محافظة درعا، يعني رأينا كان هنالك مشفى ميداني في مخيم درعا وكان مشفى ميداني في بلدة الشيخ مسكين، تم استهداف هذه المشافي وتدميرها. يعني الوضع إلى الأردن، يعني هنالك أيضا جرحى بحاجة إلى علاج خاص، إلى مشافي مختصة. يعني براميل TNT التي يلقيها النظام تحدث جروح بالغة، بتر في الأطراف حروق شديدة. هذه الحالات يعني بحاجة لمشافي وكوادر طبية مختصة، لا يوجد هنا في الداخل في سوريا هذه الإمكانيات والقدرات. يعني نقلهم إلى الأردن أيضا ببالغ الصعوبة بسبب انتشار قوات حرس الحدود التابعة للأسد وإطلاق النار على الجرحى وأيضا على العائلات أطفال ونساء أثناء لجوءها إلى الأردن هربا من قصفه وبطشه في الداخل السوري. نعم أخي، أيضا نرى استهدافا لكافة النشطاء بشكل عام في مختلف المناطق السورية، وأيضا هناك ذكر في شهر 8 تقريبا أنه قتل ما يقارب 9 صحفيين في سوريا وأكثر من 65 إعلامي وناشط في منذ قيام الثورة السورية حتى هذه الأيام. استهداف للنشطاء بشكل عام وقطع الاتصالات عنهم بشكل مستمر. أخ قيصر، نعم، هنالك يعني رأينا كوكبة من الإعلاميين ومن النشطاء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حرية وكرامة هذا الشعب. يعني رأينا إعدامات ميدانية بحق بعضهم ورأينا تصفية بحق البعض الآخر، ومنهم لا يزال الآن في أقبية المخابرات. أخ قيصر تسمعني جيدا؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع الأخ قيصر، وذلك الذي يحصل